كلمة توديع شهيد بلال أبو سيف من بانيس شيخ أنس فيروز. تشييع شهيد في قرية باتبو. الشهداء هم منزلة عند الله عز وجل عظيمة وكبيرة، ولنا أسوة في شهداء السلف. حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكم كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان يقتل في الأعداء قتلا وتنكيلا، فاستطاع الله عز وجل. وسيدنا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وجعفر بن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، اولئك السلف لنا اسوه بهم، وما فتحت البلاد الا بكثره من الشهداء. القسطنطينيه ما فتحت، اسطنبول الان ما فتحت الا وقدم المسلمون الكثير الكثير من الشهداء. فاعلموا يا ايها الاخوه ويا ايها الاحباب ان كثره الشهداء علامه الانتصار باذن الله سبحانه وتعالى، وذهاب خير الناس من بيننا علامه القبول عند الله عز وجل، وان هذه الثوره مباركه، وانها منصوره، وانها ربانيه. بدات ربانيه بعون وتوفيق من الله، واستمرت بعون وتوفيق من الله عز وجل، وستنتهي بعون وتوفيق من الله عز وجل. والله ما اذكره في بلاد من السنه ان يذكر محاسن الرجل اذا مات. والله كان رحمه الله تعالى مثلا في الرجوله، ومثلا في الاقدام والبطوله، ومثلا في الانسانيه. لا يرضى في الاقدام والبطوله الا ان يكون الاول في كل شيء. لا يرضى أن يكون أول المقاتلين. كان قبل يومين قال لي: سأدخل المدرسة بإذن الله، سنكون معنا ونحتفل هناك وسط المدرسة بإذن الله تعالى بالنصر. بإذن الله نسأل الله عز وجل أن يكون استشهاد فاتحة نصر وبركة وفتح لهذه الأمة. كان مثالا في الإنسانية، والله ما رأيت أرقى من قلبه، يعني في الشباب كان رقيق القلب. ما تذكر له قصة في الإنسانية إلا وتظهر دموعه. البارحة كانوا يحدثونه الشباب بخبر المنام للشيخ محمد بن حسان، وفقه الله حفظه الله، أنه سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فالنبي صلى الله عليه وسلم صافحه بشماله، فسأل: لماذا لم تصافحني بيمينك؟ فقال: والله لقد تعبت يميني من السلام على الشهداء. فسلم بشماله. انظر، فانذرفت دموعه وقطع راسه بلال، وكأنه قد تمنى ان يكون من المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل ان يتقبله وان يتغمده وان يرزق اهله الصبر والرضا والتسليم. سلم يا ايها الاخ العزيز، سلم امرك لله، واعلم ان الله عز وجل الخير كل خير قد اختاره له الله في الدنيا والاخره. هذا شرف انه من عائلتكم شهيد، هذا شرف. والله بصمه لك ايها المؤمن في الدنيا امام الناس وامام رب العباد يوم القيامه، انكم قد قدمتم فريده من فريدات احبابكم حبيبا لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه جل وعلا: ما لعبد المؤمن اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنه. لا يوجد هناك عطاء اعظم
إذا ما قبضت وفيت توفيت ابنا لك أو أخا عزيزا لك أو حبيبا لك، ما عندي عطاء أعظم من أن أدخله الجنة. ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه احتسب أجرك عند الله. وارضى بهذا الأمر والقدر. الله عز وجل قال في كتابه العزيز: بيده الخير، بيده الخير. الله عز وجل ما يختار للمؤمن إلا الخير، والله ما يختار للمؤمن إلا الخير، والله إن الخير كل الخير في هذا التسليم وهذا الرضا. ونحن رسالتنا الآخرة وليست الدنيا. الدنيا دار ممر، دار عبور، ليست دار مقام ولا استقرار، كلها دار تعب ونكد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن مستريح من عناء الدنيا وكضيها إلى نعيم الله ورضوانه. فعندما يموت المؤمن يستريح من تعب الدنيا وكضيها ومشاكلها، ويذهب إلى ما عند الله، إلى الراحة، إلى الراحة، إلى النعيم الأبدي السرمدي، إلى الجنة، إلى رؤية وجه الله جل وعلا. هذا هو. أما الكافر فهو مستراح من يستريح منه العباد والبلاد والجواب. الكل يتأذى من هذا الكافر المجرم. لذلك يا شباب لا تحزنوا، والله العرس لكم في ذهاب أخيكم بلال وأمثاله من الأبطال الشجعان. لقد رفعوا رأسنا عاليا، والله رفعوا رأس هذه الأمة. الأمة الإسلامية تتشرف بأن هناك شعب مثل شعب سوريا يقدم أعز ما عنده، أجل ما عنده، أعظم ما عنده. والله عز وجل لا يتخذ بهذا المقام إلا خيرة خلقه، إلا خيرة عباده، ويتخذ منكم شهداء. ولي طلب منكم أيها الشباب، وأنتم تبلغوه لمن بعدكم، فربما بلغن أوعى من سامع، بلغوا عني ولو آية، فربما بلغن أوعى من سامع ما سمعته من تربية الهتافات الجنازة. هذا لا يجوز خلاف السنة. السنة في الجنازة أن تكون بصمت. إذا أردت أن تكرم أخاك الميت فعليك بالسنة، فعليك بالسنة. لا تظن أن إطلاق النار، إطلاق الرصاصات هذا إكرام، لا، هذا من عادات الجاهلية. أن تكرم الميت تكرم بالصمت، لا إطلاق نار ولا غير ذلك. ولا حتى قولك لا إله إلا الله بصوت عالي أيضا خلاف السنة. أن تساق الجنازة بصمت بسكوت وهكذا، والملائكة تحفها من كل جوانب.